ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. وصفات النهاردة من الفيديوهات المهمة اللي لازم تكون في أرشيف وصفاتك، وهي الصوصات الحلوة، صوص الكراميل وصوص الفراولة وصوص الشوكولاتة. الصوصات دي أنا بستخدمها في الحلويات والتورتات والتشيز كيك وكل الكيكات والآيس كريم، بصراحة مش هتقدري تستغني عنها. تابع معايا الفيديو علشان أقولك كل الوصفات والتكات للصوصات الحلوة. لو عجبك الفيديو اعملي لايك، وياريت تشترك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل اشعارات القناة. هقول مقادير صوص الكراميل. عندي كوباية من اللبن، وكوباية من السكر، معلقة ونص كبيرة زبدة سايحة، ومعلقة ممسوحة كبيرة من النشا. احط حلة على النار وهحط السكر، وهز الحلة بحيث يكون السكر متساوي في قعر الحلة ومش هاجي عندها خالص. في الوقت ده هدوب النشا في معلقتين لبن، هقلب اقلب اقلب تمام كده. السكر هنا ابتدى ياخد لون عندي، في الوقت ده انا ممكن ابتدي اقلب فيه عشان كله ياخد لون متساوي. ابتدى يكرمل معايا، افضل اقلب لحد ما يسيح السكر خالص. اخد بالي السكر ما يتحرقش عشان ما يعمليش كراميل غامق. هضيف الزبدة وأقلب جامد، وفي الوقت ده أنا ممكن أهدي النار، أقلب أقلب جامد. وحطيت اللبن وأفضل أقلب لحد ما السكر يدوب تماما، هيبتدي يكلكع معايا ويعمل كلاكيع من السكر ما يقسي، وأفضل أقلب لحد ما داب خالص أهو. أحط النشا وقلب تاني، وهو هيبتدي يدخن معايا. ابتدى الصوص يتقل، وفي الاخر خالص هحط رشة فانيليا. وبكده يكون الكراميل يكون استوى معايا. تمام كده، انا فضيت الكراميل في طبق وابتدى يتقل معايا لما برد. احلى صوص كراميل. وهنعمل مقادير صوص الشوكولاتة. كوباية لربع من الزيت، عليها كوباية لبن، كوباية سكر، 4 معالق كبار ممسوحة من الكاكاو، ورشة فانيليا. هخلط كل المقادير دي عندي في خلاط او في الهاند. احط الكاكاو واللبن والسكر والفانيليا. الزيت مش هحطه دلوقتي، هقلب كل المقادير دي مع بعض الاول. اضرب بقى لحد ما السكر يدوب. تمام كده، ابتدي بقى احط الزيت واحدة واحدة. انا هنا في المرحلة دي لو احتجت شوية لبن ممكن ازود كمان لحد ما اوصل للقوام المظبوط. الصوص ابتدى يتقل معايا،
وبقى قوامه مظبوط. افضيه بقى في طبق واحلى صوص شوكولاتة وبمقادير سهلة وموجودة في كل بيت. شايفين اللمعة؟ جميل جدا. عندي مقادير صوص الفراولة، حوالي نص كيلو فراولة مغسولة ومتقطعة، عليها عصرة نص ليمونة، نص كوباية مية، كوباية الا ربع سكر او كوباية على حسب التحلية اللي انت عايزاها، معلقة كبيرة من النشا ورشة فانيليا. هبتدي اضيف عصرة الليمون علشان يقعد معايا الصوص شوية. تمام كده، واحط المية واحط السكر والفانيليا. المرحلة دي انا ممكن اعملها قبلها واسيبها شوية تنزل كل المية بتاعت الفراولة. تمام كده، هقلب كل ده مع بعضه. واجيب حلة على النار واحط فيها كل مقدار الفراولة اللي احنا عملناه، اسيبها لحد ما تنزل ميتها خالص. احاول اشيل الريم اللي على الوش. ولحد ما الفراولة تستوي بس مش هخليها على النار كتير عشان ما تقلبش مربى معايا. احط بقى النشا واقلب لحد ما الصوص يتقل شوية. تمام كده، اضربها بقى في الخلاط او في الهند. في المرحلة دي انا ممكن مضربهاش، ولو انا مقطع الفراولة صغير خالص ممكن اسيب الصوص زي ما هو كده، يبقى فيه قطع من الفراولة بيبقى طعمه جميل. شايفين اللون؟ جميل جدا. احلى صوص فراولة هتعمليه وبمقادير بسيطة في البيت. ودي بقى كل الصوصات اللي احنا عملناها، وقوامها تقل خالص اهو بعد ما بردت كمان. احلى صوص كراميل وفراولة وشوكولاتة بكل سهولة هتعمليه بمكونات عندك في البيت. استخدمي بقى في الحلويات والترتات والتشيز كيك والايس كريم والعصاير، وانا هنزل لكم بوصفات كتيرة تستخدمي فيها الصوصات الحلوة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم.